اللهم بلغنا رمضان ولا تجعل لنا فيه ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مبتلا إلا عافيته اللهم لا تحرمنا فيه أجر الصيام ولا القيام ولا أجر قراءة القرآن يا خالق الكون والوجود لمن نشكي وأنت موجود بابك لم يكن مسدود يا رب أعطنا النفس الراضية وصدورا من الهموم خالية وقلوبا بطاعتك صافية وأنعم علينا بالعافية اللهم أغسل قلوبنا من أوجاعها وألسنتنا من أقوالها وأعيننا من خيانتها اللهم لا تحرمنا لذة السجود بين يديك ولا لذة النظر إليك اللهم إنك الحق ووعدك حق والجنة حق والنار حق اللهم لا تطردنا من رحمتك ولا تنسانا من عفوك من نقصد وأنت المقصود ومن نعبد وأنت الرب المعبود يا من يعلم عدد مكاين البحار وعدد أوراق الأشجار وعدد نقاط الأمطار يا من يقول للشيء كن فيكون اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا منجا ولا ملجا إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا وأحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة ربي هي دارنا وقرارنا.